السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم. الله أعلم بما في أنفسهم. الله أعلم بما في أنفسهم. إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما به الله. ایک سمپل ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کا جب نام آتا ہے اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے اور اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس کو بِهِ اللَّهُ نہیں پڑھ سکتے, بِهِ اللَّهُ. پھر سے پڑھیں. قَالَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. وَمَا أَنْتُمْ
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأنا بريء أنا پھر سے پڑھیں وانا وانا بریء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إنهم مغرقون مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا كل زوجين كل ٹھیك پھر سے قل نحمل سبق عليه القول ومن آمن إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل السلام عليكم ورحمة الله.